طلابي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في مادة الحديث والسيرة للصف الخامس الابتدائي بمدارس العبير الأهلية. نكمل معا دروس الوحدة الأولى، وبعد أن انتهينا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضنا صورا من صدقه صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن منزلة الصدق وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الصدق، ننتقل إلى أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنقرأ معا هذا التمهيد لكي ندخل معا إلى درسنا، درس اليوم. خالد يودع نقوده أثناء مزاولته للنشاط الرياضي لدى زميله صالح لأنه يتصف بالأمانة. لماذا اختار خالد زميله صالح؟ لأنه يتصف بماذا؟ بالأمانة. فهذه الأمانة في حفظ المال. انظر معي ولاحظ معي التمهيد، إن التمهيد سنفهم منه شيئا هاما. الأمانة في حفظ الأموال. فهد يعير زميله أحمد أدواته لأنه يتصف بالأمانة. هذه الأمانة في حفظ الأغراض. هاجر تثق بزميلتها سلمى وتخبرها بمشكلاتها وأسرارها لأنها تتصف بالأمانة. في العنصر الثالث حفظ الأسرار، كما ترى أمامك الترقيم الذي أمامك، لأنني قد وضحت لكم السبب في كل نقطة من هذه النقاط. أولا حفظ الأموال، ثانيا حفظ الأغراض، ثالثا حفظ أسرار الناس، ننتقل بعد ذلك إلى الرابع. سليمان يقبل أن يؤجل يوسف تسديد قيمة مشترياته من دكانه. لماذا؟ لأن يوسف معروف بالأمانة. فهذه حفظ الدين. وسنتعرف على حديث عن هذا الأمر لاحقا بإذن الله. نكمل باقي التمهيد. الأمانة. بعد أن عرفنا كل هذه أو الأربع أشياء السابقة، نتعرف على خلق الأمانة. فالأمانة هو خلق رفيع أوجبه الإسلام واتصف به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. ونستعرض معا نماذج من سيرته صلى الله عليه وسلم وصورا من أمانته صلى الله عليه وسلم. نبدأ بصور قبل البعثة. تساقط بنيان الكعبة بسبب الأمطار والسيول، فأراد أهل مكة وهم قبيلة قريش إعادة البناء. فلما أرادوا وضع الحجر الأسود اختلفوا حتى كاد أن يكون بينهم قتال بالسيوف، كل يريد أن ينال شرف وضع الحجر في مكانه. فقالوا جعلوا حكما بينكم أول رجل يدخل عليكم من الباب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا، انظر ماذا قالوا، قريش الذي أو التي كذبت النبي صلى الله عليه وسلم تشهد له بهذا الأمر. قالوا هذا الأمين، وكانوا يسمونه في الجاهلية بالأمين لشهرته بالأمانة. واستكمالا لهذه القصة نستكملها معا أو نستكمل جزءا منها، ثم نكمل الباقي سويا في دروس لاحقة بإذن الله. وما أن انتهى إليهم أخبروه الخبر بما حدث. أخبروه بما حدث، فطلب
منهم ثوبا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ذكائه أيضا صلى الله عليه وسلم، فوضع الحجر في وسطه ثم قال وطلب منهم أن تحمل كل قبيلة طرف الثوب ورفعوه إلى مكانه، ثم أخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم. وبذلك كان هذا الأمر سببا في أن يبعد عنهم النبي صلى الله عليه وسلم النزاع والخلاف الذي نشب بينهم، وكاد أن يقوم بينهم حربا أو أن تقوم بينهم حرب بسبب هذا النزاع. ننتقل إلى صورة أخرى من صور أمانته صلى الله عليه وسلم، فكانت قريش تضع ودائعها عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. فلما أراد أن يهاجر إلى المدينة أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالبقاء في مكة ليرد الودائع إلى أهلها. وقد أقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 5 ليال وأيامها حتى أدى عن النبي صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. انظر إلى أمانته صلى الله عليه وسلم حتى مع الذين آذوه وكانوا سببا في مغادرته وهجرته من موطنه إلى المدينة. وأما أمانته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة فمنها أعظم أداء للأمانة، وكان ذلك بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لدين الله، فما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر أمته منه، وشهد له الناس في حجة الوداع بأداء الأمانة وتبليغ الرسالة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة وهي في آخر حياته: وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. وهذه صور من أمانته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. وقد قرأنا في التمهيد وفي مقدمة الدرس أن الأمانة لا تكون في شيء واحد فقط، وإنما الأمانة في كل الأمور: الأمانة في الأقوال، الأمانة في الأفعال، الأمانة في حفظ أموال الناس، الأمانة في حفظ أسرار الناس، الأمانة في حفظ أغراضهم وديونهم وكل شيء. فهذه الأمانة التي أمر الله عز وجل بها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا خلق المسلم، خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجب أن أتعامل مع الجميع بالأمانة، لأن هذا خلق إسلامي عظيم. ننتقل بعد ذلك طلابي الأعزاء إلى التقويم، فنجد أنه يطلب منا بالرجوع إلى أفراد أسرتك ناقش معهم بعض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمانة، أو بعض المواقف التي تدل على الأمانة في حياتنا اليومية، ثم نكتب أبرز هذه المواقف. فنجد أن أعظم أمانة هي أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم أداء للأمانة فهي تبليغه صلى الله عليه وسلم لأمانة الدين. فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا
إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر أمته منه صلى الله عليه وسلم. فيجب عليك عزيز الطالب أن تكون حريصا على أداء الأمانة، وذلك لأن هذا خلق إسلامي عظيم يجب علينا أن نتبعه. وهناك مواقف أخرى تدل على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، نستعرض كثيرا منها ونقرأ عنها كثيرا في سيرته صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك طلابي الأعزاء إلى درس جديد في المرة القادمة بإذن الله تعالى، وهي سنلتقي عن درس مهم وهو يتكلم أيضا عن الأمانة. نترككم في نهاية الدرس ونرجو أن نكون قد أفدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله.